الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا، ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. وحين كسر كتابك رياض الصالحين خاصهان بابك لبي طبناد، باب في الحث على الازدياد من الخير في أواخر العمر. حديثك بقرية سقالية طبان الثالث، حديثك صدح هذا باب كان أهادي، عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة وحيت لي: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه. رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم متى كان صلاة بعد أن نزلت عليه مركي كسو دكتيد بديد إذا جاء نصر الله والفتح سورة داسي مركي سو دكتيد بديد صلاة متى كان إلا يقول فيها حال أحواشكم إذا سلاد مت كان حال أرنا يموياني. سبحانك ربنا وبحمدك، سبحانك إله تنزيها لك أذا حمان كان نزهان وحمان أذا كدير، ربنا ربي غيو وبحمدك أي وأصبحك وأكو تصبح سنة يا بحمدك حالا كل ما نين أيه ما هذا النقاق أما حالا مركب حيكو ليهانا هاي حمد النقا كو حمد النقا يكو ليهانا هاي. اللهم الله اغفر لي إيدم بداف، متفق عليه حديث كواليسكوا فقصين يهي بخاري ومسلم بالأبد والسوريين. وفي رواية في الصحيحين رواية وحقصوا نايد صحيحين كقصوا عنها وعائشة لقصورنا رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحو أهان شري يكثر متفر البضية أن يقول إنه يلاهدو فربدين شري في ركوعه وسجوده، ركوع ديسة يسجود ديسة لحدودة إنه يلاهدو فربدين شري: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك إله وذا حمانك النزهر حمان كدير، وبمعنى حمان بان كديرين يا بمعنى كوبو أمانا يا إنات كدير تهي. اللهم يا الله الله ربنا ربك يو يا ربنا بمعنى رعيس، وبحمدك أي وأصبحك فعل دنبات قدريس تصبيح دنبات قدريس، أي وأصبحك وكو تصبيح صنيا بحمدك أي ملابسا بحمدك حالا كل ما نين يكون لها أيه ما هذا نقل كون ما هذا نقيه أما ملتبسا حالا كل هنا هي أنجو بحمدك ما هذا نقل أن كون ما هذا نقيه أن كل هنا هو بمعنى الله إيمان أيه. اللهم يا الله الله اغفر لي إدم داف، يتأول القرآن نبي عليه الصلاة والسلام وحمرك كعم الفلي القرآن كعم الفلي، يتأول القرآن قرآن كأي كعم الفلي، معنى يتأول القرآن يتأول القرآن وحلوغة شيدا أي يعمل ما أمر به في القرآن، يعمل وحكعم الفلي شري النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر به كل أمره كعم الفلي شري في القرآن قرآن كقوله صلى الله أمري في قوله تعالى هذا الكيس الله يري لو أمري فصبح بحمد ربك واستغفره، فصبح يعني تصبح سو إلهي حمان كالنزه حمان كالديره كو أمانينو كالديريه أي فنزه بي لمع النغنس بحمد ربك حالاته ملابسا مت كالديها بحمد ربك ما هذا نقى ربك أضو ما هذا نقى يسو حالات كالديها يسو، واستغفره الله دم داف ويديسو أو إلهو إدم داف له. وفي رواية لمسلم رواية وحقصو ناضي مسلم أصو ناطي رواية سو لمسلم مسلم أصو ناطي يعني مسلم سوري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحوهان شري يكثر مثفر البضية أن يقول إنه يلاهدو فربدين شري قبل أن يموت إنتانو لمن ينكهر: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك إله أذا حمانك النزهان وحمانك الدير، وبحمدك أي وأصبحك وكو تصبح صنيا بحمدك أي ملابسا حالا كلها بحمدك ما هذا نقا أن كون ما هذا نقا أن كلها أما بحمدك أي ملتبسا حالا كلها هنا هي بحمدك ما هذا نقا أن كون ما هذا نقا حالا كلها هنا، وبمعنى كسف يسنا والله إمنا أي حمد النقاس إن الله إمنا يكسف يسنا. أستغفرك وكدم بلاف ويدي سنيا وأتوب إليك وكتوبت كينيا وكسو النقنيا. قالت وحيت لعائشة قلت وحن إلي يا رسول الله رسولك إلهي ما هذا الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها
ما هذه إيه ما هذا لبدا بوالوصو النقلي وهو تلماما يان قريها مركا تحقيق شيء نسخة الدار المنهاج نسخ بدا كودا إنه يقول تعالى ما هذا لكن هل نسخ أي يقول تمي ما هذه ما هذه نوح يوافق صنطاي سيدا مركا وحوي مركا صحيح مركا وحوي مطبوع السبب بمعنى صحيح مسلم سيدا يقول تعالى بيوافق صنطاي نسخ مطبوع أنا قاركود ويقريان ما هذه والسيدة مركة وحوية الدليل الفالحين كنا شرحوا سيدة قصرهم ما هذه الكلمات ما هذه تنمحيتها الكلمات كلمات كأه اسم إشارة اسم تابعة هدوك الضبالع أله عطف بيانة ما بدل بنغضة نسخة كاللفتي لما هذا توجيه من له الأيام يضو سيدة نجادد أيتها ما هذه إذا لفت هذا وجه واتشري كراء إن لها ما هذا مذكور كلا الصوشة يمحيها أي ما هذا المذكور وإشارة مذكور كل عيسى المذكور مذكور كده الله فصير أيه الكلمات ما هذه تنمحيتها الكلمات كلمتها أح التي تاسو أراك أن كأركو أحدثتها حالة سود الرسيسي أن كأركو أما أراك أن أغهي أحدثتها إن تسود الرسيسي أن كوغاي رؤية مركي طيب بصرية وحي قادتها المفعول مركي رؤية تهاي رؤية علمية أي تهاي علم اللوغة شهدنا وحي قادتها لما مفعول مركي بصرية هذا أفصرته أحدثتها وحي نغنى إسينا حاليسو هذا مركي رؤية أفصرته علمية إن تهاينا أحدثتها مفعول كلا بعض بين نغنى إسا جملة داس أحدثتها وحي تسود الرسيسي تقولها هذا كحالي حال كونك حالتها تقولها مد أرنا إياد سود الرسيسي حالة أرنا إيسو إياد سود الرسيسي قال وحول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي وحلي لي لي إيا اللي لبدا والأران كرا لبدا بنوا مركا وحوي وصائف علامة علامة بالي لي علامة داسو في أمتي أمدى إذا كسغن أيا لي لي أما في أمتي جعلت لغت على الغسيو لبدا شاربا ما دام يكل الدويهين جعلت القوة التعلق سيو جعلت وحلي لي لي أنيقا علامة علامة بالي لي في أمتي ومدى إذا قده إذا الله يقوي لي سيدة هرين اللق بيننا وحي نغنى إساء إن وحوي الله صفية ومركا وحوي وصف صفاء أي كنت تعلق إساء نعتع علامة سو كائنة في أمتي ومدى إذا كسر إذا رأيتها مركا أركوه قلتها أن أرنا يو أي الله يلي على مد مركان أركا أن أرنا يو سدى أن أرنا يو سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك على مد ومحي وحاخري مركا آيذهن إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة لقاقارو إلى سورة دمات كذا لقاقارو عن السورة دمي وفي رواية له رواية أصغناتي مسلم وحق أصغنيت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه يوحو أهان شري يكثر مد فربدي أهان شري من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه سبحان الله إلهي بحمانك النزهان وحمانك الدير وبحمده أي وأسبحه بحمدي الله وأتصبح صنيا حالا كلها يمهد نقيس وإلهي مهد سنيه أما حالا كلها هنهي مهد نقا أمهد نقايا أستغفر الله الله بأن دم داف ويدي سنة يا وكبر يا دم بقينو يقرداف وأتوب إليه حق الله بأن أتوبتكين يا أصول نقنيا فقال وحو يري أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي أخبرني وحو يقور رمي ربي ربي قي أني سأرى إن أركدون علامة على مدن أن أركدون في أمتي أمد إذن علامتك أركدونه با ربي جاي يقور رمي أي النبي يقول عليه الصلاة والسلام فإذا رأيتها مركن على مدى أركو أكثرت وحن فربضين إياه وجوابت إذاية وإذا ذو حن غنيس والظرف تضمون أي الشرط أكثرت وحن فربضين إياه من قولي سبحان الله وبحمدي أردك أن أرني سبحان الله وبحمدي أن أرني مركا قولي وحيوضع في سنتها الجمل كقدم بأي بيوضع في سنت سبحان الله وبحمده يعني مركا أن أرني هو قولك أم قولك سلو إضافي
مقول القول كيبا مضاف إليه النقرية من قول سبحان الله أرد كأن أرنايا سبحان الله أن أرنايا وبحمده أن أرنايا أستغفر الله وأتوب إليه أن أرنايا وأن فربضينيا مركان أركه وحن فربضينيا أرد كأن أرنايا سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه أنت أن أرنايا أيان فربضينيا يعني أنت إلهه فقد رأيتها على مدي وأن أركه إذا جاء نصر الله والفتح مركو يماد النصر إلهي يقوش إلهي والفتح فتح مكة مكة فرشاد لفرنا يا ايتماده فتح مكة مكة إن لفرطاء ايتماده ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا تتكنا أدركتو يدخلون حالي سوق ليان في دين الله دين كإلهي أي سوق ليان أفواجا حالي كوحيه يا اجتماعات يا قبائل يا راب الراب أي سوق ليان يعني واجه رأي دي مركة بعصدة أول كيدي مركة النبي قال صادر وهو الرئيسي دادك وحيوه إسلامي تشيرين قف قف يعني حل ما قد يقف إسلامه مركة النمي وحوية دادك وحيوه إسلامه يعني رابع رابع يا يقو كوحاة يقو جماعاتة يقو قبائل بي إسلامه يعني دينك سوكريا فصبح بحمد ربك واستغفره فصبح تصبح صو حمان إلهي كنزه وكدره وبمعنى كو أمان حمان كدره بحمد ربك على كل هذه سمه هذا نقر ربي أعظم هذا نقيسه واستغفره الله دم داف ويديسه إنه كان توابا يعني الله هو أهاضي متوبة أقبل بدن أي أهاضي وإلهي هو التواب يعني توبة دوافري عند التوبة كانت أنا التوبة دواك أقبل يا تواب لماذا إلهينا وحي كان سنيسا إنه مركا مركا وريت توبة دي إنه أفري ونبى الله قاضي عدي التوبة كانت إنه كأقبل يا مر لبعض كعد كستو توبة كين يسأ سقى توبة دوافتشين يا هدان وتوبة دوافتشين ما توبة كين يان مر صدحات كتوبة دي وكأقبل يا مر صدحات كتوبة دي أيو كأقبل يا أحاديثنا وحي تلمام يسا إن مركا جريد السود واتو عبادة الله فربت صدا ذكر إله إلا حسايو يا عبادة العابد يا إن الله فربت صدا خاصة هان الذكر كان سجارة وإن لولي مادا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أما سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يعني إنسان لي إله ذو أما السيدة مركا وحوة زيادة حديث كان ضم بالشيقة أيو سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه يعني وحكو تشرا أما أنت إله إلا أمانا أي يدعى دي إله إلا بريا أي مركا ذكر يدعى إلا بدا ويسو شفته حص إله إلا حص ينواتهي وتصبيحي تحميد بالله إيمانيا يا إلهينا الله حمد النقاي إلهينا الله تصبيح صناي مر لبات كان إلهي بالا بريا يا ودم بالداف لا قبر يا لو نتوبت كينيا مركا ذكر نواتها الدعاء نواتها النبي شل شيغيني اني مركا وحا ويا علمادي سويدين جيرين تصبيح دي استغفار كم مدن ان يلهدين مركا وحا علمادا قاركود كجوابين مرده مركا وحا ويا اسكا غاهي يا ما يريست يوغا باهي بدن تهي ان عذر لغو شبه مركا تصبيح دي وحي كدغان تهي ادغونكي مركا وحا مرد مركا لا مريني ولا ادغونين يا كدغان استغفار كنا و كدغان ياهي ما يريست يوغا كدغين او قفكي مركا وحا مرا اسكا غا بمعنى ذنبكي با اسكا كدغان ما دام الذنوب لي ياهي انو ذنب داف ويديستو الهي ذنب داف كبر يو استغفار لي ما دو اسي باهي بدين دي لبدي مركا لا ودا يمادو ارين مركا لبدي با ودا فايدين يا له هلو جوا كسي في عطا يا وانا سيده وحوي النبي الى هي او دوراي الا وحا لا امري يعني تسبيح ذا يتحميد دي استغفارك الله بامري فسبح بحمد ربك واستغفره مركا ذكرك ان لا فربت صدو خاص اهان وقت اواخر عمرك ان اد لو فربت صدو والله بديع لا قادنيا يعني مركا ذكرك ان اد لو دادارو ايا لا قادنيا وحا كلو لا قادنيا فهمك ابن عباس وكفهمي ايدها النبي قبى الشيخ عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس ما أوجين حديث كان هدو أوجي هاي والشيخ لهاي النبي قال ساكو فصير ورا الله لكن إسلام أوجين أي استنباط كيسة وأفير صدي بمعنى كنت تدبري آية ذهن أي معناها سوق الصبح لكن هدو هين لها النبي عليه الصلاة والسلام ساكو فصيري والشيخ لهاي حديث بس ساكو صنع ذو ورا الله يا لكن وحط المامي إنه السداس مركب وحوي وقبو حتى عمر إنه هين بكم مقطع ويا عمر هدو أجيه هاي وحور الله هاي صونا
يعني النبي قال صافو فسرين سداؤه الشيخي ما رفتانا أي نبي فسر أورنها مر هذا عمر نشيجين ابن عباس نشيجين وحكتوا سنة يسال الله بذا مدنب حديث كان عايشين نهين لكن استنباط كي التدبر كأي أثير صدين آياتها بمعناها سيقول صوب حي إن مقصود كاللوغة تشيدا أي تهي إن مركا النبي قال لوغة يسين يا أجشيسي لليه هاي مركا وقت كان مركا فربط صاد بعبادتي والذكر كان مركا أدركا ريو تصبيح دي التحميد دي استغفارك أدركا ريو فربط صاد يا تصنوا دعذا مركا عيدي وحوي استنباط كأي نصوص استنباط يسو معناها يكفهمين إن دعذو حديث إن يوافقان أين يكور قبين مرة بضم بيدعذو الصحابة كدعذي تنو كلي ماها تنو يكمل تصاليال بضنو كرنا والدة تصاليال بضنو كرنا والدة وحكروا لقى قاضنا يا يعني عمر لفتيسو دينو مركب حوي استنباط كيسو إن عجيبها أو علم بضناي وقرآن كأذي قاني يا معاني القرآن كان أذي قاني ود الصحابة كوي وعلم بضناي وكل عمر بن الخطاب سيد علماء أهل السنة والجماعة يقبان وحيدان صحابة وحقوا علم بضناء أبو بكر وحقوا حقين مركة وحقوا عمر أي حقين يعني مركة ساس أي مركة إلهدان بعض المسائل ودى كقر صميوات شران يعني الروح والبنى وادعي كرتا ومضى كم إذا إن مسائل كقر صوت لكن وحا لقى إيقيا كسر ذا لقى إيقيا ما هنروح هدو مسألة قرنوا يعني هدو إنه يتاين أنه وحباقون يعني وحوية روح علم بضم بها وحديعي كرتم مسألة إنه كقرصون تقو قرنوا أي مسألة ذاس ومسألة ذا وقرنها يعيد مركة الدرجة هاني سقع أنقارين أنا لا علمي أهيل يعني حويا وحسك قصوان إعجاز بحسك قصوان كان حقا على الله ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه يعني وحديث قصار وري إلا يحق يسكوها جبيه وحاءه ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه شيء كسواء الدنيا ذا كور نقضى إلا يوصن له ابن طيم يا وحو إلى ذا مركو الشيء جايو يعني مركا علم جاي يصير مركا دتك قار كود يدعى كرتوا حين كقر صومان يسقوا علمي مركا في عنله أيه وحورنا يا روح مركا عالم كي وحد يدعى كرتوا وقت يدا قار كودين ويدا هذا مسأله دتك وكو شايل سنة لقيا بينا نورن إحنا وحلا عضينا يا مركا يسادينا إنه علمي ومركا يسقوا يسقوا سكلي هاي هاي سد علمي جي سلوجي يا بني هاي بوحلا جي يا باين وكل عزلة يعني مركا لسورة إني يسوق رواي كيف سيكون عضا وحل عضينا يا تينو بني آدم وح إلا ويا وح قرنوا يا وح الصيبة يا ومختيدة قار قلطمة يا إنو يهي أيا العضينا يعني مركا تاصل العضينا مركا وحوية على كل حال وحلقا قاضنا يا إن وختيدة عمرك أو آخرت إن آد الله فربط صلايا لك قاضنا يتأول القرآن تأول كأصل أهان وحلقا سوقاتي بحذف الزوائد من الأول التأول ومصدر تأولا لكن آلة كلمة أصل كيد محي أهيد مركة هروح يكسر شيء ده آلة يقول أولا أول قوة محي والنقشلة مركة التأويل هي التأول إيو مركة هروح أول كاسي كي مدين مركة فصيرات دوال اللي له ده اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني تفسير القرآن إله بر التأويل مركة وحلوه قد شيء ده تفسير معنى الله بقى التأويل وحلوه استعماله إن لقيت الماما أيو ما دذا أول يؤول تأويلا يعني عاقب هذا الشيء ونقندونه كاسنا وحوية تأويل والين هذا هذي واحد مستقبلي لقوا الرما يصيدوا ودعدونا وتأويل كيس وتأويل كيس وي تأويل كيس أيو نقنيت أو مرتخبر يا تأويل كيد وين دعضه قيام هذا تأويل كيد يا وحوية وين مركات تماضه حسابة التأويل كيد وين حسابة دعضه حق أوامرتي النواهدة تأويل كذا محن غنيسة وحن غنيسة امتثال بينها على مضض هدول يقول هالصلا يال حتى تأويل إنه غنايا حتى تأويل إنه غنايا إن تفلسو هدي النهي مركه وحلاقار ريبانا تأويل وحن غنايا إن تكتكتو مركه هذا يتأول القرآن قرآن كوك عمل فليو فلينيي وامتثالكي امتثالكي أما دام إلى هاي أمري فصبح بحمد ربك واستغفره تصبح لي وصوقاتي سبحانك اللهم ربنا حمدك وصوقاتي وبحمدك استغفارك وصوقاتي اللهم اغفر لي مركا أمرك القرآن كفرني وكعمل فري بقول يا لباطن الرابع عن أنس رضي الله عنه قال إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أنس بن مالك وحوي لي إن الله عز وجل الله
cazza isagaa qaalib ah oo gacan sarreeya, wa jalla isagaa weyne, taabaca alwaxya waxyiga ayuu israacraacsiiyo, iska daba keenay, bimacnaa si badan isu raacraacsiiyo, isku dhadhaweeyey soo degitaanka waxyigu soo degaayo. Calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay korkiisa, bimacnaa soo dejinta waxyiga ku soo dejinaayo ayuu farabadiyey oo isku dhadhaweeyo, israacraacsiiyey, qabla wafaatihi, ay qabla wafaati nabiy sala allahu calayhi wasalam, intaa nebiga la oofsanin ka hor, yacni geeridii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka hor, waxyigii waa markaa si badan buu u soo dejiyey allah oo israacraacsiiyey. xataa tuwafiya, ilaa la oofsaday nebiga calayhi salaatu wasalaam, oo nebigu geeriyooday, aksara maa kaana alwaxyu, waqtigu waxyigu ugu fara badnaa ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la oofsaday oo nafta laga qabto. muttafaqun calayhi, xadiidka bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay. xadiidkani wuxuu tilmaamayaa in markii nebiga calayhi salaatu wasalaam geeridiisu ay soo dhowaatay, in waxyigu siduu u soo degayay ay ka fara badatay mararkii hore siduu u soo degi jiray, inuu aada iyo aada markaa yacni waxyigii yacni laysaga daba keenay oo waxyigii markaa waxa weeye uu ka fara batay siduu u soo degayay. munaasabaday ula leedahay baabka waa maxay? munaasabada baabku waxay ku saabsanayd khayrka in la farabadsado waqtiga cimriga dabayaaqadiisa ah, awaakhirul cumurka, markaa dee waxyigan badan ee soo degayana waxaa markaa ka imanaysaa yacni qayb kastoo soo degta in nebigu calayhi salaatu wasalaam uu rumaynaayo inuu ku camal falaayo, marka camalkiisii yacni waa siyaadayaa, waa kordhayaa, oo intuu markii hore markaa qaban jiray waa ka sii badanayaa. ilaa daliil kastoo yimaada iyo waxyi kastoo soo degaa wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam rabaa inuu ku camal falo, yacni markaa in acmaashii la farabadsado khayraadka ahayd waqtiga awaakhirul cumurka ah, sidaasaa markaa looga qaadanayaa, sidaas ayaa looga qaadanayaa. xadiiska 121 baabkana waa alkhaamisu, xadiiska shanaad, can jaabirin radia allahu canhu qaala qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam. jaabir haddii la itlaaqo saxaabada markaa yacni markaa saxaabiga jaabir haddii la itlaaqo, aan waxba la raacinin, wuxuu markaa ku dhacayaa in laga tilmaamayo jaabir ibni cabdillaah, laakiin haddii loo jeedo cid kale sida jaabir ibnu samura waa la qaydaa oo waxaa la raacaa taqyiid, oo jaabir ibnu samura la yidhaahdaa. laakiin waxa weeye haddii la itlaaqo waxay ku dhacaysaa saxaabigii mugsiriinta ka mid ahaa ayay ku dhacaysa. qaala qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam, wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yubcasu kullu cabdin calaa maa maata calayh, waxaa lagu soo saaraa ruux kastaba calaa maa maata calayhi, wuxuu ku dhintay baa lagu soo saaraa maalinta qiyaame. bacsiga waxaa lagu soo saarayaa siduu ku dhintay. rawaahu muslim, muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey. xadiiskana wuxuu tilmaamayaa qof waliba wuxuu ku geeriyooday khayr iyo sharba in lagu soo bixinayo, kii camal khayra ku dhinto ku geeriyooday camalkaa khayrkaa lagu soo saarayaa. dadka qaarkood waxay dhintaan iyagoo tukanaya, waxaa la soo saaraa iyagoo tukanaya. qaar waxay ku geeriyoodaan iyagoo jihaadaya, waxaa lagu soo saaraa jihaadkay jihaadayeen. qaar waxay ku dhintaan iyagoo yacni markaa taaco kale samaynaya, camalkaa ay samaynayaan baa lagu soo saaraa, inuu camal khayra qofku ku dhinto isagoo ku dhex jiraana khaatimada wanaagsan calaamadaheeda ayay ka mid tahay. calaamaadka khaatimada wanaagsan bay ka mid tahay. qofkii wax shara ku dhintayna sharkii baa lagu soo saaraa. qaar baa la soo saaray iyagoo khamri cabaya, yacni khamri isagoo cabayo ku dhinta, walciyaadu billaah. qaar waxa loo gaalnimay ku dhinteen, gaalnimadii baa lagu soo saaraa. qaar isagoo muslim laynaya uu dhintay, sidii baa lagu soo saaraa isagoo muslimkii laynaya. qaar waxay ku dhinteen iyagoo khamaaraya, khamaarkii baa lagu soo saaraa. qaar waxay ku dhinteen camal adduunyo, waan aakhiraba markaa aan u shaqaysanayn, laakiin adduunyo iskaga foogan yahay, sidii baa lagu soo saaraa. marka yubcasu kullu cabdin calaa maa maata calayh, baabka waxay munaasabo la leedahay marka awaakhirul cumurka ay tahay in lagu dadaalo camalka khayrka la farabadsado, bal inay geeridu ruuxa u timaado isagoo camal khayra ku jira, yaa bal inay saasi dhacdo inuu ku dadaalo khayrka inuu farabadsado ayaa laga qaadanaya.
أصابت لي نقول شرعيي قفوا مركوا السكرات إن تلقين الله سميه لقنوا موتاكم لا إله إلا الله كوين قيريون يعلمنا إياه وحاول لقنتان لا إله إلا الله ألقم كلمة التوحيد يا حل الربا برينو كل انت كلمة التوحيد روح هدود كلمة التوحيد كل انتنا دي شنو قريه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة روح هذا الكيس قدام بي أي نغطي لا إله إلا الله وحو قريا شنذا أيو قريا شنذا أيو قريا تلقين تمرك الله السماء يروح كلمة كل واقه إلا أوحك لك هذا الله لقع للمعي هذه لقع العلي وحلق بقيا إنه كرهيسته وكهضه كره هذا وكرهي سنيا ندرب وكيريس كلمة التوحيد كأنه كرهي يستو لا مرحبا يا مركا والله أمصيا إلى وهذا الكلي يلهدو مركا وهذا الكلي يلهدو مركا للوعلمية مركا للوعلمية أحيصون نقلين قصة شيخي ويناي علماء السلف ككم إذا هاي لورنشري أبو زرعة الرازي لا سكر هذا لي لأنه حوي متشماع علماء مركا الصي وحي مركا دونين تلقين تنوات دونين حوغان وكحشوذين يعني سو عالم وين بوها مركا رواد دي أحاديث تورين كرتين ركم دا أي ويمين هل كيف يسعوا حصوصيان بي حديثكي من كان آخر كلامي لا إله إلا الله بي حصوصيان يعني سنتكي وكسو وريي بي أبلابين وحصوصي سنتكي وضوضة قبصدي وصوت حي مركو مريي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله نفتئ هذا اسلام بحضي هذا سمركي لا اله الا الله اذن بيس مرك كسو بحضي افكيسه بنفسنا بحضي يا مرك علاماتك وناكسن بكميت بابك صدح يتبناد باب في بيان كثره طرق الخير باب اي هذا باب كان وباب في بيان كثره طرق الخير باب كاسو كائن كسغن في بيان كثرة طرق الخير ودوينك خيركو إني فربذيهين عدين تل عدين يكسغن وكسابسن يعني طريق يضا خيركو إني فربذيهين أي باب كان لقو عدين يا قال الله تعالى الله حيلي وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وما تفعلوا وحكستا سميسان من خير خير ما ذو الشرطية فإن الله الله به عليم خيرك وأقوم بذن يهي أدي أدوق يهي إن وأقوم بذن يهي وحكرنا لنا إسا وإذن كأبال المرين يا وإذن كجزين يا مكا خير أردن بالغت الماما ويماذا الشرطية دي وحي فائدين إسا عموم وحكستا سميسان ومن خير مركا خير كاسي هذا خير وين ما هذا خير ير نوع دونها النقضة ألا هو أقيهي وانا إذن كجزيني وإذن كالصوابيني وإذن كأجرسيني وقال تعالى الله حجري وما تفعلوا من خير يعلمه الله وحكى الساس ميسان خيره يعلمه الله ألا هو أقاني يعني وأقيهي خرنا وهو أقا إلى السمين دونان وحكى الصور دعاية ألا هو أقا مرك الله سمعينا إلا السمعي الله أقيهي وقالك أقيهي لو حكرنا لنا إياه وإذن كأبا المرين إياه وإذن كجزين إياه وقال تعالى فمن يعمل ككستو السمعي مثقال ذرة قرآن شئ لم يزانه ذرة وحل إلى ذا وأصغر نملة وقرآن شئت أغير نوع قرآن شئت أغير أي وحل إلى ذا ذرة وخيرا خيرا أي من خير يره وأركيه أبا المرين تيدي جزاء كيدي وأركيا إلهي وكا أبا المرين يا مركا مثقال ذرة لقرسي وحالله وحي كبضن إلهي وكا جزين يا أدون كنا وأركيا يا حالله وحي كبضن أسمائي هذي بوراء مركا خيريه يا هذي مثقال ذرة أي كيريه يا هذي كويه يعني مذولبا إلهي وأقيه وكا أبا المرين يا أدون كنا وأركيا أبا المرين تيسي أبال مرنتي لقى أبال مريي وأركى يالله كل ميا كمثقال ذرة لو قمتشي إذا مثقال ذرة تحديد لو قمتشي يا وحا تاكير وصاصي شيء خير ولا سمي إلهي إلو من ماي
ساساويد وحكا إيمان إيسا خيرك إنا الحقرين يا سيدنا نقول من دون تحديث كبا لا تحقرن من المعروف شيئا شيء وناقي معروفك كم إذا حقرين وهي يسين يا وقال تعالى الله حيري من عمل صالحا فلنفسه من عمل كوكستو سمي صالحا عمل وناكسن سمي فلنفسه نفتي سؤسق ناضي عمل كون أكسن ويساقم بو أنفعيا يعني إلهي وحبطر ما أيو لكن يساقم بأن نفتي سعمل كاسي أنفعيا يساقم وحبطر أيا عمل كالصالح والله يمن أيو نفعي سقاصر يساقم فيه إلهي نعيدنا وحبطر تو عيد مركا وحوي يا ربي أنفعي كرتا مجرت عيد نفعي وقبها هيا إنما بجرت إلهي وغني وغني مركا طرق خيرك إنه فربذين هاي حقوك قادنا يا آيات وحكا قادنا يا عموم كقصقن وصين صوت شيخنا وما تفعل من خير وعام فمن يعمل مثقال ذرة وحسوك لي يعني خير كستا أو روح السمائي نوع دون بها النغض بابك دونها قصاب الصناد أي سوك لي وهي ذرة ونكرة في سياق الشرط ونكرة سياق الشرط العظيم قاعدتنا وحيدة إذا وقعت النكرة في سياق الشرط تفيد العموم نكرة هذه سياق الشرط العظيم عموم بفائديسا وحلم إذا من عمل صالحا صالحا والنكرة في سياق الشرط من توا شرطية وحي فائدينيسا عموم مركا وحسوقرية عمل كستو وناكسن بسوقرية انتو الدونة هلا كاذو نوع الدونة هالنقضو وعام ولا آيات في الباب كثيرة آيات كباب كان كسوغا وموضوعا كسو أرورتي كثيرة وفر بضنتهي لكن تصار انت سا إنو غفلا وأما الأحاديث فكثيرة جدا أحاديث سمياء أدي أدبي أبضنت يا حديث سيدنا موضوع عن قصار رتي خيراتك يعني أبوابتي سيسي في ربديه خيراتك وهي غير منحصرة أحاديث سوى مدان مركا كوب نين يعني مدير أو كوبا ماءها ومد فربضن فنذكر طرفا منها وعن شيغينا دع الكم إذا أحاديث سين الشيغينا بمعنى قيب كم إذا الشيغينا حديثك بقول يا لبي اللباطن الأول باب كان وحديثك كوادي عن أبي ذر جندب ابن جنادة دال كين لقوذي إلا كرق اللبضبا وإني سوشيق نيئن بنان تهي اللبضبا واللوصو النقلية مقع النوى مقع مركو هرب منقول أوي وجندب أصلها وحل يلهذا أي حل يلهذا أي حل أي حل يلهذا ده أنه مقع بلغة علم النقضي وعلم منقوله جندب ابن جنادة أما جندب ابن جنادة رضي الله عنه وأبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال وحولي قلت يا رسول الله وحان إلي رسولك إله يوم أي الأعمال أفضل عمل لذا كيبا وفضل بضن عملك وفضل بضني وأشرك بضني وعملك قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله نبي وحكو شوابي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله عمل وحو فضل بضن الإيمان بالله رمينت الله للرمين أيه والجهاد في سبيله يجهادك إلهي وددي سلو جهاد أيه أيه وفضل بضن قلت هذا نوحا نري أي الرقاب أفضل قورها إن لحريه الضومها إن لحريه تيبا وفضل بضن الرقاب وجمع رقبة عن لغات المما يأضو مضي يعني ما دام قرته ذا الملكية ومن باب إطلاق الجزء وإرادة الكل يعني جزء الله الشيء يكمل ذا والرقبة ذا وعن لغات المما يأكل أي لغات المما يا وعدة قرت الله هي مركا وحيد ما فكان كرته ساس أودي أي مركا لقعبري مركا رقاب لقعبري أي الرقاب قورها بمعنى الضومها لملكيه تيبا أفضل وفضل بضن إلا حريته وفضل بضن قال وحول أنفسها عند أهلها وأكثرها سمنا وحول فضل بضن أنفسها تأقونا أكسنا وقالصا عند أهلها إهل كيدا أكتيدا وضدك مركاله أي وجش عليهين وأكتو أي وقبان إن تأقونا أكسنا يتهي وأكثرها أغفر بضن ثمنا حق العقد أنفسها وحلقك يعني من النفاسة تبع لقك يعني
يعني وناق قال إن قشضة أيالي شيء نفيس وشيء وناق سنة قارعة مرك أنفسها فاد وكر جنت يكسرها نفاسته ثم مرك وحوي يقول وناق بضا يقول قارسا عند أهلها أهل كذا أكتيدا أي وجه عليهم وأكثرها أغفر بضن ثمنا حق العقتا أي أغفر ذي بضن إلا حريه قلت هذا نوحا إلي فإن لم أفعل هذا السمين محان كلا خير السمين كلابا معنه دعيا دان المركة تاسمين قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق تعين وحد عاون إيسا صانعا مذ وحسمين يوفر سميقا نبض عاون إيسا إذا الشيء السمين أيها فرصبه السمين أيها أيها دعاوي نيسا وحكى الله صلى الله عليه وسلم ومركا ضبط أيها إنه وش يقدونه معاني الكلمات كماركو عضينا أيها ضائعا نوى الله صلى الله عليه وسلم تعين وحد عاوي نيسا ضائعا مذو حوى يباهم بض عاوي نيس وباهي أصاحبه أو تصنع أموات سمين نيسا لأخرقا مذ آن مركا فرصمه قرانين وفرصمه ذي بذو كابض عاوي نيس لأخرقة مثلا فرصمة قرنين وفرصمة دي بدوكاء بعض السمين إيسا وبمعنى ورسلا ما هي سيدن بالي لهدا وسيدا ونكسن مركا الله السمين وقبن إيسا قلت وحان إلي أبو ذربة أرنية يا رسول الله يا رسولك إلهي أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل وحدي قور أنت هدان كالضعيف أنا أودي وايو عملك وحكم إذا هدان كري كري وايو أودي وايو يعني محان قبطاء قال تكف شرك عن الناس وحد كعشنيسا وكدينيسا شرك شركا يلبطا عن الناس دتك كدينيسا ودتك إن هذا اللورتو أياد كدينيسا أفي أدين دتك أنا دو حبييرين يعني دتك إن هذا لباطيسو أياد مركا إسكار دافيسا إسكار دينيس لبتا ضدتك كهيسانيس فإنها صدقة منك على نفسك فإنها خسلذني وإن هذا لبتا ضدتك كهيسات ضدتك كهيسات صدقة وصدق صدقة داسو منك حقاك كأهاتو أدك كدعيسا على نفسك النفتا ضدتك صدقة ضدتك نفتا ضدتك دعيسو هذا نفتا ضدتك صدقة ضدتك متفق عليه بخاري مسلم بأسكوا فقسم الصانع بالصاد المهملة وحكس بينها يصاد كي أن نبعها لهين هذا هو المشهور كاسوا سلع عنك أوي وأنا سلع صحيح مسلم ما يقول عظيم وروي ضائعا وحكى له السوري ضائعا نوى له السوري لقالك يعني سلع مركا كلمة اللو قرية يسير الشبهان ويسوئيهين ضائع النوى اللسوري أي ذا ضياع ومد باهي أصاحبه باهي ذا صوم من فقر فقر أودت كأهاتو كتمي أو عيال أما عذو مصروفة يحق إذا كأهاتي ونحو ذلك يوحلم إذا يعني سيقول باهي هاي أما مركا وحوى يعد دو مصروفة هاي إن إباهنت هاي يعني مركا حق إذا كتمي والأخرق أخرقنا الذي كيوي لا يتقن أن هجاتشين وناتشين الصغين ما يحاول فعله وحسكدة ياين الصمايو كان هجاتشين وقرنوي فرسمو دون ياين الصمايو فرسمدين بدو بكيهي فرسمدين بدو بكيه ما قرنايو مركدين لعاويو سيدا ونعكسنا الله الصمايو لو قبته لو أديجو تنوع سو حكسكن صدقدي أشر باكسكن باب كسرنا رجلنا وحكوس سبسين هاي الطريق يضا خيرك إن فربذينهين أو أين الطريق كلي أين أهين تأسينا مدي ذي الص صراط المستقيم كإنه يهاي ودك كليه ودك كلي أو حيلا ذهاي وحيا رب ذن وجود هذا لقوق بنا يو أي لا ذهاي لكن مركو ورا الطريق إسلام هو مد قراء طريق حق ومد قراء هيا شط طريقة حقا أي عمل فرب بدن جذه سلقا بنكرا عمل بدن بجذه سلقا بنكرا مرك عمل ذا بدن اللقا بنكرا أي لقت الماما يطرق خير كون يفر بدنه الصلاة دوا خير صومك وا خير زكاة وا خير حج وا خير وبناج إلا أمره وا خير جهاد في سبيل الله وا خير تذكر إن شركة لقد يستوى خير إن العاوية وا خير يعني خيراتك وفر بدنه إنه أذكرت يذكر قال لي ما دوا خير يدو أن وعد الذكر وفر بدنيه هاي قرآن آخر سكوا خير
هذا ما رفتا يعني حتى وحوي دتك هنا دوتش ونعكسن كرة كولانتو أو مركا وحوي بشوش أو فرحسن وهذا دول عضينا يسو يعني خيرات كميت خيرات كميت وحكى له دت قبل ويدو نبت هنا دتك كها يسطو نبت هذا كعشتو وأنا مركا وحوي حمن وأنا عاين وأنا دري عاين وأنا مركا وحوي حوجي سنين يا يعني وحوي وحكي كميت هاي يعني امتثال أرنك إن أضلت ما أدل لأجل الله أرنا أشر كوي رسولي حسن الخلق أخلاق ذو ناقصين أضلت ما أضوا خير واحد شن هذا لقول قرا ده التقوى إياه حسن الخلق بقى وفر أبدا أخلاق وناق وحي كميت هاي وحي الله لقول شن موت شن هذا لقول قرا أي كميت مرك هذه خيرات كوي فر بديه تاسنا وحي كميت هاي من نعم الله على عباده نعموين كإلى هاي كوك الله ذا يستعد ومديس ويددك أنواع الخيرات كا ده وحيالها قار كود ما أولي كران مركا لما عليلين أمور هنا وهم مواهب قف بوح الغي يابا إنو آد مركا وحوح السيو مركا وحا مركا نفتيسو أي آد كمركا وحوية وحي السينا يسي خيرات كا كمدا مركا فرائدا لغي ما أدو وإنو نوعا فربط صدا وإنو نوعا بط صدا ويفي عانتا يسيلا وكال فضل بدينهن لغي ما أدى لكن وحد دعي كرتا قفنا إن وحل الله فضيدي قف كرنا وحكر الله فضيدي ساس أودت بالاين وشاقي أهلو تشنو مركا تشندا قليان الباب هذا تشندا يعني قارب الباب اللو غيرا قار لو ذا فضيدي عمل كخير كورنا بيواتران لكن كوي مركا من أهل الصلاة ها باب كالصلاة دا اللو غيريا كوي مركا من أهل السيام ها باب الريان با اللو غيريا يعني قارب الباب اللو غيريا وكي أبو بكر ونبي ويدي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله مجران إذ الباب هذا اللو غيريا وحيدها أذانا كم يدبون الباب هذا تشنظر لن عيد لغي يريا مجرتا كان كالصوغل ها أبو يري النبي عليه الصلاة والسلام أذانا كم يدبون مركا خيرات كإن لفربط صدو أن وعد خيرات كا يعني مركا مدنا بأن لا حقيرين الله يسين خير والبا لقد ذاله وفي عنته وحانا تشرب إلى ذن علمدو عبادة مقيدة هي عبادة مطلق عبودية مطلق يا عبودية مقيدة ضدك قاركود وحوي النوع كلي يسكن الزمان وعبودية مقيدة يلهدين وحكفت بضن وكفي عن عبودية مطلقة عبودية مطلقة وما حي مربع عملك خير كي وقت لي سكشوبه قفك مركا إن الله إيمان يا مربع عملك خير كي وقت لي سكشوبه إن الله إيمان أينو مدو حريه كاسو مركو هلوم بلي ما دماها وحي كرنا مركا وحاكو مكعو مركا وحوي عبودية مطلقة أي مركا وحوي في عن عمل كستو خيرة أو وقت يسئو يماده وكد داريا ولا إيمانيا ساساودت بالين وشي غيبا داعد مركا وحوي عمل لضا يعني مركا بضن كل الدوان كلان سطي يعني مركا فضل غيري أبو بكر محمد النبي يقول عليه الصلاة والسلام مركو الشيغين النبي عليه الصلاة والسلام إنه حوي الله الصوم إنه حوي الصدق الله بحيه إن جنازة الله الراع أفر عمل بو مركي سمركا والشيغين يا صحابة ويديو ويلمانتا يا وحا السمي مركا صابو بكر فرت التالي مركا سو عملك كلاه الدنو ويدي مركا صابو بكر فرت التالي مركا سو عملك كلاه الدنو السؤالي مانتا يوحا يا غبطي مركا صابو بكر فرت التالي مركا سو عملك أفراد ويدي يا سيدا قبطي مركز أبو بكر فرت التاج مركز النبي عليه الصلاة والسلام قف مالينكم أكل مان إنه تشنق لمويان حديثكم حتى الماما يا عملك وفضل قبضني واكي والإيمان بالله والجهاد في السبيل إيمانك ومركز أفضل الأعمال عمل الله نسك وفضل قبضني إذن إيمانك وعمل يا إيمانك وعمل مركز إن الله للرمي إلهي وددي سنة اللوتش هذا ويا إيمان لأنت عمل قفك أنفع يو صوابي أجر وكهر يا متشو إيمانك هو أصل كي أساس كوي أضمها إلا حريته وفضل بضن وحاق فضل بضن تمرك أهل كذا أكتر إذا هو ناكسا أي وتش عليه أي وقالصا أي ونا العقت بضن تاين حريان بأفضل يا أصيدا وحوي أي وكلا درني باتون يانو نبتو أي وبضن تهيبا عمل الله وكلا خير بطان سيدا غالب كان من حيث الغالب أدي عمل مركا وحوية أفدد يهي
mid kale oo la midina markaa waxa weeye uu aad u yani culus yahay ku adag yahay qofka oo deedna iimaan uu Allah rumaynayo aawada isaga soo jaray oo sida ku sameeyay ya de wuxuu noqonayaa aksar oo ajran ila ajar badan buu noqonayaa بعض أهل العلم وحي إلى هدين قفكو هدو مركا أدونك مركا أوهيستو أدونك أوليه أدونك سنة أدون آدو أتشعلي هي هي آدو قيمة بضن لكن أدونك لو حكوه ليا إنو العقير انتو صوصيستو وحريه كان إلا كنوا قالي قيمها مركا إلى ذا هدراتي دي وحا فضل بضن كانوا هيا إنو حريه وهي إساقا النفط كو علوس وكو أدد إساقا النفط كو أدد لكن هذين نقطة إنه مركب وحوي أضم السوء بسده أضم إنه السوء بسده هذين نقطة العقد وهايسته ومن ناي قارته من ناي شبنته يا بعض أهل العلم وحي لهدين لا بقى أضم العقد أقويسه إن مركب وحوي هل أضم هذين لقصين أيوه مرنا لا بكو يبسن كرو لا بضع وحرين كرو تعدد كيد بدنية هاي بقى مركب فضل بدن مركب تاسع فضل بدن saas wasida marka waxa weeye dalil faarixinka u tilmaamayo kadibna wuxuu keenayaa hadalka ibn xajar oo tilmaamayo siday u kala nafci bataan adoomahaas ay u kala nafci badan yihiin baa sawaabkoodii ajarkood u kala badanaya wada tayada iyo tirada bay ku xiranta adoomada isku tayamaa ka tayada badan baa fadli badnaanaya laakiin tayada haday de isku dhadhawaadaan de marka tirada ay noqonaysaa inay ku kala fadli bataan هدي أن مركا أنت بس مين ويا محن سمي يا بمعنى هو دعية وحلم يدفر سمي قانا دعوين إنسان صدق أهم بدعوين إنس والله قبنا إنس أما إذا فرسما ذي جرنا إنه دونا يا فرسما ذي إنه سميه إذا فرسما ذي جرنا إنه بدو كأ أي ذو سمي إنسا ورسي الله ما يده إنسان إنسان بلا يده ذا وهو قبنا إنس صدق يكون تهداد احتساب تأجر نيوت كل ذلك وإن يدي للي مادة haddan amal awood kari waayo amalada wax kamid ah dadan awood kari waayo maxaan qabtaa sharkaaga dadka ka haysanays marka waa sadaqa naftaadi aad ku sadaqadaysatay ina dibtaada dadka ka deysato laakiin uga deysato li ajli ilaah allah darti aad uga deysato hadu noqonaysa mid ajir ku helayaad noqonaysa hadiiska 123 asani baabka waa hadiiska labaad aan abi dharr ayda abi dharr wuxuu ka soo wariyay muslim sahihiisa نقش أن كنا قلنا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم قال إنه يري يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة يصبح وحكوا بريستا على كل سلامة حبين كستا من أحدكم حبين تاسو من أحدكم متكين كم إذا صدقة صدقة أي صارا يعني لقربا إنه صدقة ضيستو يعني سي وحوي سنة مؤكدة لقربا فكل تصبيحة تصبيح كستوى تلاد سبحان الله صدقة صدقوي وكل تحميدة حمد النقصت الحمد لله تلاد ما هذا نقص ذات ما الدو الحمد لله تلاد صدقة صدقوي وكل تهليلة لا إله إلا الله مركزت تلاد تهليلة وحلوش إذا لا إله إلا الله هلل بمعنى قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله هلل تهليلة وكل تهليلة لا إله إلا الله مركز تاتلاه صدقة صدقوي وكل تكبيرة تكبير كستا الله أكبر كستا تاتلاه صدقة صدقوي وأمر بالمعروف صدقة وأمر بالمعروف أمر وناك ضد الفراء صدقة صدقوي ونهي ريبس عن المنكر شيء منكر كهاي شرع الديدي للريبو دتك اللود ديدان صدقة صدقوي ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ويجزئ حكا كافنية من ذلك مذكور كالسو شيغوردن ركعتان لبرك عدودو يركعهما أوتكدو أركوع وحلوشي ذا أوتكدو ومن الضحى ضحى رواه مسلم حديث مسلم بصحيح سكسوري السلامة بضم السين المهملة سين كأن دبعها لهين قدال كيس كسوغن يهي وقدن يهي وتخفيف اللام يلام خفيفين تيسا إن للشدين يو فتح الميم ميم كا إن لكردغو السلامة المفصل وحوي وكالقويس كوي وحبنت
waa xubinta. Waynu arki doonaa oo xadiis baa inoo sheegaya in waxa weeye qofka xubnihiisu inay noqonayaan 360 xubnood inay yihiin. Waynoo iman doonaa insha allahu tacaala darsiga soo socda aynu ku arki doonaa insha allahu tacaala. Marka xubnaha 360 xubnood ah, xubin kastaba waxaa laga rabaa sadaqad inuu ruuxu ka bixiyo ayaa mu'akkad ah. Waajib ma aha qofku uu ku dambaabayo, laakiin waxa weeye waa sunno mu'akkada weeyo. Waa shukrinaq ilaahay loogu shukrinaqayo nabadgelyada uu ilaahay u nabadgeliyey uu ka shukrinaqayo. Marka way fiicantahay arrinka inuu la yimaado oo marka intaasoo sadaqa la yimaado oo sameeyo waa shay fiican. Marka dee khayr kasta uu sameeyaa sadaqad bay u noqonaysaa, sadaqad bay u noqonaysaa. Dee 360 xubnood sadaqaad u dhigma intuu samaynayo oo mid walba sadaqa ka bixinayo way ku badanaysaa. Shay fudud oo intaba ka wada kaafinaya mar keliya sahlanna ayaa jira. Shaygaasi waa maxay? Waa 2 rakcadood oo salaatu duxa uu tukado. Yaa 360 xubnood ee jirkiisa sadaqadu ka bixinayay waxa kaga filan 2 rakcadood ee salaatu duxa baa ka kaafinaysa. Tujzi waxaa looga jeedaa takfii, waa ka kaafinaysa. Macnaha laga tilmaamayo. Marka waxaa laga qaadanayaa cala kulli xaal ruuxu markiisa maalin kasta waa inuu marka sadaqad bixiyaa. Sadaqadina wada maal oo keliya ma aha. Marka sadaqad la sheego dadka waxa u soo degdegaysa in xoolo la bixinayo uu yahay. Dee dadkuna xoolo ma wada haystaan. Warshay kastoo wanaagsan baa sadaqa ka dhigan oo fadl iyo ajar sadaqa lagu helayaa. Shay kastoo wanaagsan hadday tahay subxaanallah inaad tidhaahdo, alxamdulilah inaad tidhaahdo, allahu akbar inaad tidhaahdo, laa ilaaha ila allah inaad tidhaahdo, yacni bismillaahi inaad tidhaahdo markaad cuntada bilaabayso, yacni markaad guriga gelayso bismillaahi inaad tidhaahdo, salaamta cid aad salaamayso, salaamta cid aad ka qaadayso, wejiga furana cid aad kula kulmayso, waddada aad ka baydhinayso waxa dadka dhibaya, aad waddada ka tuurto, kullu daalika waxa weeye ajar iyo fadli sadaqo ayaa lagu helaya. Halkaana waxaa laga qaadanayaa fadliga ay leedahay salaatu duxa. Salaada salaatu duxa fadliga ay leedahay. Waxaana salaatu duxu soo galaa marka qoraxdu soo baxdo ee qadar marka la-eg, marka waran la-eg arlada dhulka ay sare uga kacdo yaa markaasay soo gashaa. Ilaa inta marka aynay gaarin istiwaaga, aynay gaarin oo samada bartankeeda qoraxdu aynay gaarinna, duxadii waa joogtaa, intaasoo dhan waa joogtaa. Marka leeyahay qadara rumxin inay sare uga kacdana waxaa laga tilmaamayaa sida ishu u qabanayso inay uga kacdo ayaa laga tilmaamayaa, taas ayaa laga tilmaamayaa. Waxaa se fadli badan waqtiga marka waxa weeye yacni harsoo korka ay tahay ee qoraxdu ku soo dhawaatay, bartanka ku soo dhawaatay, ee dhulku raranka noqday, ee nirguha ay cagagubyoonayaan amaba qofkuba dee uu ku cagagubyoonaya hadduu siyaa dhulka mar, markaas waxa weeye ayay ugu sii fadli badantay. Yacni waqtigaa waxa weeye marka harsoo korka ay tahay yacni 12-ka iyo waxa ka dambeeya naxwa hada oo waqtiga ku sii fadliga badan tahay, laakiin intaasoo dhan waa la sameeyay. Salaatu duxaana 2 rakcadood baa ugu yar, ka badanna waxa weeye waa leedahay in 4 la tukado, in ka badan la tukado, in 8 la tukado, xataa 12 baa soo aruuray, laakiin 2 waa inta ugu yar. Xadiiska 424 asaalisu baabkana waa xadiiska 3-aad ee canhu aydan. Waxa kaloo imaam muslim ka soo wariyay abi dar noqoshayna ku noqonay radiyallahu canhu qaal inuu yidhi أبو ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي قوحو يري عرضت علي أعمال أمتي وحل ليسوا بندقي علي أنيق كركيق أعمال أمتي أمضى إذا عمل لذو ديبا ليسوا بندقي كبدلوا حسنها وسيئها وحل ليسوا بندقي عمل كأمضى إذا وناكسا وسيئها يعمل كأمضى إذا حنى ليسوا بندقي فوجدت في محاسن أعمالها فوجدت وحن كو أغادي في محاسن أعمالها عمل الذي إذا كو ذا ونواناكسن إني كمتها كو أغادي الأذى يماط عن الطريق، يماط عن الطريق الأذى لبكو يماط لقلي حيو عن الطريق وضد لقلي حيو لب معين ما دام أن وأهين ووحك الصطو وحلب ييها حقا معنه نكرك ييها ألبها لهذه يا marka wuxuu noqonayaa yacni dhib laga leexiyo waddada ama la yidhaahdo al-adaa yumaatu can al-tariq xaal laga leexinayo
وضد لقل حين يلا اعتباري أشل قريب ووجدت حنكو أغادي في مساوي أعمالها وجدت هذه مسادفة لقو فصيرا وحين قنيسا في مساوي في محاسن إن لقو تعلق سيه وجد أوان هلبي نقنيسا وحنك هلبي في محاسن أعمالها هذه وجدت وجدان كو فصيرتو معنى علمي إن لقو تشيد لقو فصيرنا لا مفعول بيقادتا مفعول كي كواد وحن نقنيا كالضنبيو ومركا مرنا الأذاء أي نقنيا مرنا وحوي النخاع أي نغني مفعول كلا بعضنا وحنغني متعلقة في محاسن يعني كتعلقة في مساوي ووجدت وحن مركا يعني كهلي في مساوي أعمالها عمل الذي ذكوه حنحن يكمل تهاي النخاعة تكون في المسجد أما ووجدت وحنكو قادي في مساوي أعمالها إن كسر تهاي عمل الذي ذكوه حنحن يكمل تهاي بنكو قادي النخاعة تكون في المسجد يعني حاكذا كسغنانيس مسجدك لا تدفن حال أن لا أسين كسغنانيس نخاعة وحل إلى هذا وحاكذا مركا يعني سنك حقي صدن بي كسو بحضا وقفكم مركو يعني ألك سنكو كل ما هذا إنه وحكا دريمو دوادنا حقا وكسو قويو دوادنا وقفكا كتفو يعني النخاعة وحكا لتشرا نخامة نخاعدنا وتامن أصل الأنف يعني مركا كائما نيسا ومركا وحوية ساقص وبحس مدنا وحوية حلق يحقاس يعني حقهم قريقا إيا لقسو قويني رواه مسلم مسلم با صحيح سيكو سوري حديث كان وحو تلماما يا النبي عليه الصلاة والسلام إنو شاقي عمل لذا أمدي سا خير كيدي شر كيدا با إن لوصو بانيقي عمل لذا ونواناكسنا إنا يكم التهي وددا إن لقل لي حيو وحددك الربايا أي كميتها هي عملها وأن وأنا أقسم بكميت عملها حنحنا وحكم إذا إن مسجد كمركا وحاكل قطفه وأن لآسين يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مجو جلنين منصب للسنين يا وحها عيد بوها عيد أسأل قط كنشرين وحسب رأيه وح جوجل أمد النبى ملاهين مركا عيد أسأل قط كنشرين مركا حاكذي مركا القطفه مسجد كهذا العظيم القطفه وخطيئة والدنبي سيدا حديث كان بكو صاروري حديث كان إشارة وكفارتها دفنها وحانا وكفارا إلا آسو وعيد دي مركا وحويا عيد كلا يعني مركا عيد اللي قرفقو حدي اللي قادو واللقى صارو دي بدل قطورنا تاسنا وكفي عند مركا دفني قال آسيو بمعنى مسلك هدو عيد يهي لقو آسيا إنه بنانتا لقى قادني لكن مركو مسجد كي يهي ميد مركا سبلسان أما مد مرمر أما مد جوجلن ده وحوي وين لقى سوريا ولا قبيهم يا ولا قم الصحايا ومركي سمركا مشي أو حبل قتيل صاص وين القصمة يا مركا ورنا وين السكيلاريا إن مركا الغطفه وين مركا السكيلاريا هذي دعذنا وين مركا لقى سوريا مركا تاسنا صاص يذوي وحكا صدقت كذي بيان الطريقة مركا إن لقى اللي حيو أيا مركا دي إيمانك كم إذا وأنا أدنى شعب الإيمان حديث كيف الشيء يا الإيمان بضع وسبعون شعبة فعلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق مركا قيبها إيمانك وحكم بها إن وحا ضدك الربايا الطريق اللي قال لي حيو نوع الدون بها النقضة حي على ضدك الربايا وحكم بها وضدك قاركوضة السميان إن أسكك مركا وحوين أي كشبان طريقية كشبان أسكك طريقية لكشبان dadkii marka waxa weeye urtiisu ay ka galeeyso sanka ka galeeyso yani waa wax dadkii dhibay wi tan noocaas wax fiican ma aha waana marka dadkii dariiqa marayo la dhibayay noqonays dadkii dariiqa marayo la dhibayay noqonays iimaanki waxa kamid ah in laga leexiyo laga ilaaliyo laga fogeeyo laga baabiyo waxa la wixii dadka dhibayay in lala doonto lala raadsada taa waa ida dadkii la dhibayo la dhibaateenayo tan noocaas marka waxay noqonaysa دين لقدام باب ينغنس يا أسك الجامر كوحوي يعني مركا طريق الغش بيو يدتك كل باتون أيان يعني وحي نغنس مد لقدام باب ينغنس مركا إيمانك وحكوت شراء لقى إلاريه وحدتك اللي باية أدي أدلوك تحجره أيو كوت شراء الكائن كوت شوقه والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.